السلام عليكم السلام عليكم hurmatli xon qiz uz youtube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizning aziz mehmonlari biz Farg'ona tumani Xonqas qishlog'idamiz vafotlashib mana shu joyda yaxshi yangilik desa ham bo'ladi musofirdagilar uchun ham o'zingizdagilar uchun ham yaxshi yangilik sifatida mana shu videoni tayyorlayapmiz iloji boricha ko'proq odamga tarqalishi uchun videoga izoh yozib layk bosib yaqinlarga ulashib qo'yishlikni unutmaymiz degan umiddamiz demak shaffof metan gaz zapravkasi bor edi xuddi sal yuqorog'ida uch qavatli shu bino bor binoni ro'parasida mana shu dashtni ustida joyi bir chiroyli ishlar bunyodkorlik ishlari davom etyapti va bularni eng boshlanishi bo'lgan shu basseynni ochilish marosimiga yig'ilganmiz xatmi qur'onlar bo'ladi yaxshi kunlarga xizmat qilsin deya duo qilib ishlarni rivojini berishligini tilab qo'ysangizyoshkattalar yosh odamlar bir bir tashrif buyurishyapti bu tomonda xudo xohlasa mana stadion bunyod bo'lyapti mini sun'iy qoplamali mini stadion bunyodga keladi xudo xohlasa albatta bu tarafi o'sha yoshlar uchun basseyn shabbodali joyligini ko'rsatib qo'yish maqsadida mana bu manimcha qahramon akam tomonidan yasalgan charx palicha yoki parrak assalomu alaykum hoji buva xush kelibsizlar kelinglar assalomu alaykum mana shunaqangi o'zi ham qishloqlar juda bir islohotchi hamma narsadan yaxshilik qidiradigan hatto dashtni ham gullatib yashnatib yuradigan insonlar shunaqa ishbilarmon kishilarimiz shunaqa ishbilarmon hamqishloqlarimiz ko'paysin deymiz hoji aka qo'llar chayqa olasizlar mana qo'llarni yuvib yuraveramiz ichkariga assalomu alaykum kelinglar qo'llarni yuvib xo'ja aka assalomu alaykum yaxshimisiz qani qo'llarni yuvib yuraveramiz yuraveringlar uyqu keldimi va umuman ma'lum kelinglar 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 assalomu alaykum
Thank you.
ومعني كسوة
Kaçan karajımın sürüşüp geçişti. İlk adı işte. Thank you.
Sizler görüyorsunuz, ben de o görüşürüz.
Oh, yeah.
من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في آلافهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقلحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى جزاك الحمد والصلاه والسلام Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibiyeden durudu sıradılarız. Sizlerle hem bizlerle hem evvela en kuduf kelam Kur'an ahlı kanatı gibiyeden şükürler yaparız. Dünyayı ve ahirette bizlerle sizlerle hem malemizi Allah Teala Müslüman kıl yaratken gibiyeden şükürler yaparız. Allah'ım kılınken insanlardan, okuyan ayetlerden hemşeler sağol kadınımıza Allah'a canı Peygamberimizin ruhlarına, başı ülken Ezzavliyaların ruhlarına, Suzan sahibi sallam, mutkellerine Allah'ın rahmeti görgen olsun. Sağlardan mehrat. Amin. Duada bulaştık bizlerle, mutkellerimiz Allah'ın rahmeti görgen ve sağlardan mehrat. Rabbana takabal minna inneke entes samiyyü du'a bi rahmetke ya rahman rahim. Allahu akbar. O bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ha, ilk defa mı ilk defa oluyor. Yeah.
sözleriniz kızımda gülüm. Sözleriniz kızımda gülüm. Bağırınızda şükür köke etmemiz. Ateşan. Lekin sizlardan boy odam yo'q. U qurilgan narsalar menga semichka pulcha otam deyoni deb qo'ydi. Hammasi bir tengin dedi, otamni o'z oldingiz, onam. Endi ana shu akamlarni bitta duo qilasiz. Bularni ishi qoyil qolish kerak-da, gap yo'q. Bitta o'g'il bo'lsa, kichkina narsa, lekin shuncha narsani o'z qalbiga emas. İlahi umurlar uzak olsun, kız gitmez. Yani de, çiğ gönülde meslekler duaklar, oğullarda ki iş var. Siz yani hoş bulun. Yapın. Bu kadımız var. Şu yıl kelim bana peyze kılıp makıldı. Doğru şükür hamilelerin gerekler. Hamilelerin gerekler. Bana oğullarım, nabirelerim, hemen şette. O geller ciğerlerim, tabi ki ona söyledikten. Hemeniz bitti insanımız. Kudaya kuda onlar hamilelerini konadolların tırs olsun. Bolelerini arz havaselerini kuruyorlar. Namakta muhtar gönüller. Konadolların da her gün toylar, yaşlı küller bulursun. İşlerin gel vaz versin, ahmet versin, daha yakın onda. Ben şimdi o şekilde bildim herhalde. Hemen şurada falı gelme, öpüle kıl yaptı. Kıl ile daha yakın onda. Hazanların gel, hazanlarından ne bir rengi, ne bir rengi çevreleri gibi kokuda falan bulup oluyor. Şimdi, şimdi hemenlerin gel ahmet. Ben şimdi bana, bana alalım. Ne diyeyim bana? İlan. İlan, kontrolü kendimde, güzel ha. Çok büyük bir koşu olan bir işler var ama sen dost gibi olarak geliyorsun. Neydi? Moralde, anerşiyelerde olsun, hoş geldin. Bu şekilde kudaya kudağında yakşı olmak versin. Halk hafızı olsun. Geri bana televizyonlara çıkı yaptı. Bu şey, Bağdat televizyonlarınızın güllerin yaşlantı yapsınlar. Kudaya kudağında devam etmişler, gel var versin. Ahmet versin. Misol uchun kimga xursandchilik kerak bo'lsa, ham qo'shiq kerakdi, ha? Unda yoshlar o'rganib. Shuning uchun sizga ro'y omad bersin. Mana shu yerda gullab yashlasin, qishlog'imizga hamma yoshlarga mana shu xizmat qilsin. Kelishib, chumalashib, chiroyli bo'lishib, kechki narsa o'rganasiz. Hadi mevat oshxonalar bilan, choyxonalar bo'ladi, hamda stadionni bitkazganim, hatto televizor nima qilyapti? Bu yo'q. Uzoqim bilan shu ko'rganga yetib bir yo'm bo'ladi, bittasi kelasi o'rganasiz. Çünkü da ona şu oturuyorum yalan boş. Amin. Ne oluyor da ahmet yine bizim oluyor sen ya. Allah senin tırlarla tabulmaz geldiler geldiler. Şimdi hazır 10 kol desem çarp kol kafa bulardı. Çarp kol desem 10 kol. Niye ki her bir bittesi var. Aşkım ben de geldim kesin ben de bittesi geldi. Bir de bu hareketi yarasın. Ondan da kucaklar koyun. Gülün kucaklar koyun. İlahi, bitti bugün koyarken de. Yok, bakın. Ah tarayın bu kaydasız. Şu şirin zamanlarda. Havunazım yok, başka yok. Hangi zamanlarda? Çalın yerde bir de sorduğum. Bugün bu tertüller de şu kadar yedik ya. Nokia deneyim mi? Ha, iki metre basın. Bakın, al gidin. Bakın, koyun.
Let
Evet.